السلام عليكم، صباحكم الله بالخير وحياكم الله بعجالة. بشكل سريع بنزلكم شرح بسيط للتحديات اليومية عشان ما يفصل علي النت. النت عندي الأيام هذه غير جيد، ونزلت فيديو ترى وضحت فيه السبب. كان يدفوت إيتن هنا، هذا هذه القواطي دي اللي عليها اسم كنت، أي شيء كنت زي هذا، شفتوا هذا التحدي الأول. فيش كاوتش ويز لايف يعني طعم حي، تصيدون السمك بطعم حي، يعني الطعم الحي تلقونه هنا عند هذه. أنا موجود عندي بس تلقونه عند هذه اللي في المستنقعات، يعني عشان أسهل مكان لكم. وينه هذه؟ تروحون لها وتلقون عندها طعم وكل شيء. أو اللي عندها ريت، عفوا اللي عندها ريت هنا أيضا نفس الشيء، أعتقد أنها هي نفسها. اهم شيء تصيدون سمك بطعم حي، تشترون طعم السمك. وهنا يقول نانا بلاير انمي كير فروم ذهب، اعتقد اني متفلسف، اعتقد ذهب يعني تذبحونه ما تطرقون عليه مباشر، يعني ما تصوبون عليه بالايم، ما تسوون ايم عليه، يعني تطرقون عليه كذا بس، يعني تخلون الايم مثلا على يمين على يسار، تدورون كذا بسرعه وتطرقون عليه، اعتقد كذا اذا ماني باهم. بانزر كيلد يعني البانزر معروف، اي بانزر نذبح اي بانزر. ويقول لك لازم تكون التوب 3، يعني اذا انا المركز الاول او الثاني الثالث في الشوت اوت، شوت اوت سيريس، هذا هو شوت اوت شوت داون شو اسمه، شو ضيعت هذا رقم 9 ما راح، شفيني انا اليوم. طيب هذا هو شوت اوت سيريس. طيب وش بعد؟ تصير توب فيه يعني شوي تحدي شوي صعب شوي. ويقول هنا سيلف، هذه تاخذ السيلفي لشخصيتك اعتقد. والله الظاهر لا، دقيقة ظاهر اني ما ضبطت الصورة. تقول ايوه الشخصية واضحة. طيب ليش كذا؟ فانيلا فلور، هذه العشبة ذي، بعدين إن شاء الله أكمل التحديات زي هذه. فانيلا أوريكم مكانها. وسلف غريبة، سلف يذكر أن شخصيتي أصورها سلفي وخلاص، إيش السالفة؟ الظاهر ماني متأكد بس أعتقد لازم نقرب يعني لله. ها شفتوا؟ لازم أقرب، هذه سلف يجننوني يا شيخ. تقربون الكاميرا، انا خليت الكاميرا بعيده قبل شوي، تاخذون سيلفي لشخصيتكم. وهذا بشكل سريع، وان شاء الله برجع يمكن حتى بعد الظهر كذا او العصر اكمل التحديات في تطبيق عملي اذا ضبط النت معي، اذا ما ضبط شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه وفي امان الله.